نبيل معلول ولد الترجي مشى للكلوب وعاود رجع ودرب الترجي. نشوفوا لازم نشوفوا خالد المولي ولد الكلوب مشى للترجي وعاود يرجع يدرب نهار الكلوب ولا صعيب شوي؟ علاش صعيب شوي؟ تحب ترجع تريني للكلوب مثلا؟ اي علاش ليه؟ انا توا مدرب كما قلت لك، راه واحد نجمش نحي خشمه من وجهه. هذيك الكلوب جمعيتي ما فيهاش كلام، فهمت؟ وتربيت فيها. تقعد الاشخاص كل واحد كيفاش يرى الامور. وانا تعديت بتجارب اخرين اللي كانوا راهم رياضيا كانوا احسن، انسانيا زاد كانوا احسن. دونك لكن في انا توا مدرب، اني عندي حتى شيء وما عندي حتى يعني ضغينه ضد الفريق، بل بالعكس توقع ديما جمعيتي هذا ما فيهش كلام. وبوركوا با نهار في يوم من الايام ما تعرفش على المكتوم، ما تعرفش على الدنيا. كيما وانا صغير عمري ما كنت تصور روحي نلعب في الترجي، ولعبت في الترجي وما لقيت كان كيما قلت لك الحاجات الباهيه. كيما اون سي جامي نهار اخر نرجع ندرب النادي الافريقي ولا الترجي ولا الفرق الكل الكبيره، بوركوا با.